إذا مشاهدينا الكرام، أنتقل وإياكم إلى مفدنا من داخل قبة البرلمان محمد فراس. أهلا بك زميلي. بداية ضعنا في أجواء الجلسة من حولك، لماذا لم تعقد؟ كان من المفترض أن تعقد عند الساعة 1 ظهرا من هذا اليوم، وما هي أبرز التداولات النيابية أيضا إضافة إلى موضوع تعديل قانون المفوضية وانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب؟ تفضل. نعم، الجلسة كما في جدول أعمالها يجب أن تبدأ بعد الظهر في الساعة 1 ظهرا، هذا ما مثبت، لكنها أجلت إلى نصف ساعة بعد ساعة ونصف من التأخير، وهي إلى الآن لم تعقد بسبب النصاب القانوني. وصلنا أيضا خلف الكواليس أن عدد من النواب وصلهم خبر بأن الجلسة تعقد في الساعة 4 عصرا، وبالتالي حضورهم يكون متوافق مع هذا التوقيت الذي وصلهم يعني من هيئة الرئاسة، من نائب الأول للرئيس ونائب الثاني، وأيضا عدد من الكتل السياسية. هذا ما تحدث به عدد من النواب في أحاديث جانبية. الجلسة إلى الآن لم تعقد بسبب النصاب القانوني النيابي كما ذكرت، وفي جدول أعمالها كما هو معلن مادتين مهمتين، الأولى هي انتخاب رئيس مجلس النواب بعد إنهاء عضوية السيد محمد الحلبوسي، والمادة الثانية هي التصويت على مقترح قانون تعديل قانون مفوضية الانتخابات رقم 31 لسنة 2019. مادتين بالغة الأهمية كما تحدث عدد من النواب، وأيضا أشاروا إلى ضرورة أن تعقد هذه الجلسات الطارئة التي هي بطلب نيابي، خصوصا أن المجلس في عطلة تشريعية، وجلسات الجلسة الحالية والجلستين السابقتين هي جلسات طلبت من قبل نواب 50 نائب تواقيع طلب إلى رئاسة المجلس لعقد هذه الجلسات للتعديل قانون مفوضية الانتخابات، وما طرأ أيضا من تغيير أو من انتخاب رئيس مجلس نواب جديد، كما هو في نظام الداخلي مجلس النواب المادة ثالثا من المادة 12، والتي تنص على إن خلا منصب رئيس مجلس النواب يتم اختيار أو انتخاب رئيس جديد في أولى الجلسات التي تكون بعد خلو المنصب، أي أول جلسة بعد قرار إنهاء عضوية السيد محمد الحلبوسي يجب أن تكون لاختيار رئيس جديد. نواب يتحدثون أيضا، نواب مستقلون تحدث عن نائب عامر عبد الجبار المستقل، الذي تحدث عن عدم قانونية جلستين السابقتين لأنها تخالف النظام الداخلي، والنظام الداخلي ينص على إن خلا منصب رئيس المجلس النواب يجب أن تكون الجلسة التي تليها هي الاختيار رئيس جديد، ولا تكون لمناقشة قوانين ومشروعات قوانين أو تعديلات أو أي شيء آخر غير انتخاب رئيس مجلس بعد فتح باب الترشيح من قبل النائب الأول أو النائب الثاني كما هو منصوص. بالتالي سيقدمون كما تحدث اعتراضهم لدى المحكمة الاتحادية، لدى القضاء، من أجل الوصول إلى نقاط يكون فيها احتراما للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب. كما تحدث أن الجلسة لم تعقد إلى غاية الآن، وأيضا أحاديث أخرى تشير إلى أن هنالك نوايا لجمع تواقيع نيابية بغية رفع المادة أولا من جدول أعمال جلسة اليوم والمتخصصة بمشروع اختيار رئيس مجلس نواب جديد. الآن النائب الثاني شاخوان عبد الله يتوجه إلى قاعة الجلسة، وأيضا أجراس المجلس تقرع في هذه اللحظة لتوجه أعضاء مجلس النواب. كما ذكرت في بدء حديثي أن هنالك رسائل وصلت إلى النواب بأن الجلسة تعقد في 4 مساء، وهي فعلا الآن بدأت أجراس المجلس تقرع، ولربما ستعقد الجلسة في الوقت القريب من الآن. الجلسة التي يتحدث عديد من النواب عن أنها ستكون متغيرة المسارات من خلال جمع التواقيع إن حدث فعلا بسبب عدم التوافق على شخصية معينة لترشيحه لتولي منصب رئاسة مجلس النواب. أما المادة الثانية والمتخصصة بالتصويت على مقترح قانون تعديل قانون مفوضية انتخابات رقم 31، هذه المادة التي لربما ستمضي أو سيمضي مجلس النواب بالتصويت عليها، لكن الحديث الآخر، الحديث المضاد لهذه التوجهات، يقول بأن الجلسات يجب أن تكون لاختيار رئيس مجلس النواب ولا يجب أن تتوجه لأي توجه ثاني، لأي مناقشة، لأي تصويت، لأي قرار آخر. كذلك قانون التعديل قانون مفوضية الانتخابات له من الأهمية الكبيرة ما يستدعي عقد جلسات استثنائية، خصوصا نحن مقبلين على انتخابات مجالس المحافظات، وأن عمر مفوضية الانتخابات قانونيا ينتهي قبل 7 أو 8 أيام.
من موعد الانتخابات الرسمي، بالتالي وجب أن يكون هنالك إما تجديد لعمر القانون، ما يعني تجديد لعمر القضاة المفوضين لفترة أطول، أو تجديد المفوضين بقانون آخر، وهو لا يحبذه غير محبذ لدى الجهات السياسية ولا يحبذ من قبل مجلس النواب، كونهم لديهم خبرة كافية لإدارة العملية الانتخابية القادمة. نود أن نشكرك على هذه الإحاطة مفدنا من البرلمان محمد فراس، شكرا جزيلا لك.